السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة من فرع الجبر هنحل تمارين على الدرس الثاني، جمع وطرح المصفوفات. الدرس ده أنا شرحه قبل كده بالتفصيل، هسيب لك رابط الشرح في الوصف وحلل أهم الأسئلة اللي فيه بالخطوات. النهاردة هدفنا بس إن احنا ما نعيدش الشرح، إن احنا نشوف أسئلة على النظام الجديد. هحللك أسئلة اختر اللي في كتاب المعاصر، وأسئلة تقيس مستويات عليا من التفكير. والاختبار التراكمي بتاع الدرس ده بننزله على قناة المراجعات بعد نزول الدرس ده بيوم. هسيب لك رابط قناة المراجعات في الوصف، القناة دي بيبقى محلول عليها كل المراجعات اللي انت عاوزها. نبتدي أول حاجة باختر من أسئلة كتاب المعاصر. الرمز ده رمز المصفوفة الصفرية، والمصفوفة الصفرية بنحطها على أي نظم تبع السؤال. يعني سؤالنا ده نظمه 2 في 3، هي هتتحط 2 في 3. ليه؟ علشان الجمع ما ينفعش أجمع مصفوفتين إلا لما يكونوا على نفس النظام. فالمصفوفة الأولى كانت 4 0 سالب 3 سالب 1 5 0 زائد المصفوفة الصفرية، هنحطها على نفس النظام صفين في 3 أعمدة. وكنا بنجمع يا أستاذ 1 1 هنا مع 1 1 هنا، يعني 4 زائد 0 4، 0 زائد 0 0، سالب 3 سالب 1 5 0. الاختيار ده فين؟ الاختيار الثالث. ألف كانت مصفوفة على نظم 3 في 1، وبه على نظم 3 في 1، ينفع يجمعهم؟ ينفع، طالما هما الاثنين على نفس النظم. فقلنا له الأولى كانت بسالب 4 8 سالب 5، والتانية 2 سالب 4 5. لما نيجي نجمعهم سالب 4 زائد 2 بسالب 2، 8 زائد سالب 4 ب4، سالب 5 زائد 5 ب0. ده الاختيار، إنه هو ده الاختيار الثاني. المصفوفة س زائد سالب 2 4 5 سالب 3 بتساوي المصفوفة الصفرية، فإن س تساوي إيه؟ يا أستاذ مين اللي قال لحضرتك أصلا إن س دي مصفوفة؟ المصفوفة ما بتنجمعش إلا على مصفوفة، وهنا جمع، يبقى دي مصفوفة ودي كان نظامها 2 في 2 يبقى زيها على نظام 2 في 2. تمام يا أستاذ. في حلين بقى ليها. في حل ناس تقول هنجيب المعكوس الجمعي للمصفوفة دي، ودي مصفوفة صفرية بتتحط على نفس النظام اللي موجود، والناتج هيكون 0 ناقص السالب 2 بموجب 2، سالب 4 0 ناقص سالب 5، 0 ناقص سالب 3، يبقى هنا موجب 3. ده اللي هو الاختيار الأخير. وفي ناس ما كانتش بتحل كده، كانوا بيقولوا ايه؟ لا احنا بنفرض المصفوفة س دي بألف وبه وجيم ودال لان هي على نفس النظم، زائد سالب 2 4 5 سالب 3، وبنسويها بالمصفوفة الصفرية، وبنقول له إن أ ناقص 2 بتساوي 0 ومنها أ بتساوي 2، وإن ب زائد 4 بتساوي 0 ومنها الب بسالب 4، وإن ج زائد 5 بتساوي 0 ومنها الج بسالب 5، وإن د ناقص 3 بتساوي 0 ومنها الد ب3. وبعد كده بيجمع المصفوفة بتاعته، أي حل منهم صح. 5 سالب 3 زائد 3 1 سالب 2 مدور. يا أستاذ ده لازم يكونوا على نفس النظام، ده ديت 2 في 1 إنما دي 1 في 2. أنت شايف الكلمة؟ مش هنا قالك دورها؟ طب لما دورناها هل بقت زي بعضها؟ أيوة يا أستاذ بقت زي بعضها. التلاتة دي ينفع تضرب التلاتة في المصفوفة عادي، 1 سالب 3 زائد 3 سالب 6، وكنا بنجمع، مش هفكر الناس تاني،
المصفوفة دي اسمها مصفوفة العمود، لأن جميع عناصرها عاملة عمود. 5 + 3 = 8، -3 + -6 = 9، اللي هو الاختيار ده. المصفوفة 3 0 -2 - 4 ناقص المصفوفة 3 0 س + ص + 2 بتساوي المصفوفة الصفرية. قلنا له يا أستاذ حضرتك طالما هي بتساوي المصفوفة الصفرية يبقى لو جمعت ده مع اللي زيه -2 - س - السالب ده بيخش يغير الإشارات -س - ص هتساوي صفر. ولو قلنا برضو يا أستاذ 4 - ص - 2 هنسويها بالصفر. خدت ده مع اللي زيه، خلي بالك بينهم ناقص. فجينا نجمع قلنا له الصاد هتكون ب2، جبنا الصاد ب2 نعوض هنا يبقى -2 - 2 س - 2 = 0، -2 س - 4 = 0، 2 س = -4 ومنها س - 2. هو عاوز ايه؟ عاوز س زائد ص. طب ما هتطلع بصفر في الاخر يا استاذ، اللي هو ده. لاي مصفوفة الف يكون الف زائد معكوسها الجمعي، معكوس الجمعي يعني بنغير الاشارة، اكيد يا استاذ هيطلع بالمصفوفة الصفرية. مش مقتنع؟ معايا 1 و3 و5 و4 زائد نفس المصفوفة بس هات لها المعكوس الجمعي، -1 - -3 - -5 - 4. لو جينا نجمع 1 + -1 = 0 - 0 - 0، وده رمز المصفوفة الصفرية. إذا كان المصفوفتان أ و ب لهما نفس النظم ميم في نون، فإن المصفوفة أ ناقص 2 ب تكون على النظم. قلنا له يا أستاذ أنت حضرتك طرحت يبقى لازم الاتنين يكونوا على نفس النظام، والناتج في الجمع والطرح بيكون هو نفس النظام. يعني معنى كده ان هما كانوا على ميم في نون يبقى ناتج طرحهم ده يطلع ميم في نون زي ما هو. المسألة دي معايا مصفوفتين على نفس النظام عايزين مكان النقط ايه؟ قلنا له يا أستاذ هنحط هنا س وص وع ولام، ودي مصفوفة الوحدة اللي هي 1 - 0 - 0 - 1، ونجمع 3 + 2 س = 1، 3 + 2 س = 1 ومنها 2 س - 2 يعني س - 1. نمشي كده برضو في الصاد، -4 + 2 ص بتساوي صفر، يبقى 2 + ص = 4 ومنها الصاد بتساوي 2. 2 + 2 ع بتساوي صفر، 2 + 2 ع بتساوي صفر، 2 ع الاتنين اللي هنا بتنضرب في كل 2 ع -2 ومنها العين -1. كده هي وضحت يا أستاذ، الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. ألف مصفوفة مربعة، فإن ألف ناقص ألف مدور تكون متماثلة ولا شبه متماثلة ولا صفرية ولا قطرية؟ قلنا له يا أستاذ بكل بساطة هنروح على ألف نفرضه. قلنا إن ألف ده مثلا كان بيساوي ألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، ألف الأرقام دي صف أول عمود أول، صف أول عمود تاني، صف تاني عمود أول، صف تاني عمود تاني. تعالى كده هات لها المدور. لما جبنا المدور بقى هنا ألف واحد واحد، إنما هنا ألف واحد اتنين، هنا ألف اتنين واحد، هنا ألف اتنين اتنين. شوف لما جينا نجيب المدور بنبدل الصف بالعمود والعمود بالصف. تعالى نطرحهم، ألف ناقص ألف مدور، ألف واحد واحد ناقص ألف واحد واحد هو واللي زيه راحوا، هنا بقى ألف واحد اتنين ناقص ألف اتنين واحد، هنا ألف اتنين واحد
ناقص ألف واحد اتنين. هنا ألف اتنين اتنين ناقص ألف اتنين اتنين بصفر. دول زي بعض ومتغيرين الإشارة، والقطر الرئيسي بصفر، يبقى هي شبه متماثلة. في السؤال الثاني، ألف مدور زائد ب مدور بتساوي ألف زائد ب، فإن قلنا له يا أستاذ حضرتك عارف إن ألف مدور زائد ب مدور هي هياها ألف زائد ب الكل مدور. دي كانت خاصية في المدور، تقدر توزع المدور على أي حاجة. تمام، بما إن لو جبت ألف زائد ب جمعتهم بقوا مصفوفة، طلعوا نفس المصفوفة لما نجيب لها مدور، لأنك قايل إن ألف مدور زائد ب مدور قد ألف زائد ب، يبقى الناتج يا أستاذ ألف زائد ب مصفوفة متماثلة. ألف مصفوفة على النظم 3 في 3، قلنا له يا أستاذ دي ألف ونظمها 3 في 3، 3 صفوف في 3 أعمدة. بيقول إن ألف صف عمود باتنين صاد ناقص عين، يعني إيه الكلام ده؟ تعال هنا، ده اسمه إيه؟ ده اسمه ألف واحد واحد، صف أول عمود أول. تمام، يعني الصاد بواحد والعين بواحد، يبقى اتنين في واحد باتنين ناقص واحد واحد، يبقى هنا هنكتب واحد. نيجي هنا، ده إيه؟ ده صف أول بس عمود تاني، الواحد في اتنين باتنين، اتنين ناقص اتنين بتساوي صفر، هنا كده صفر. بعد كده ده يا أستاذ صف أول بس عمود تالت، الواحد في اتنين باتنين ناقص تلاتة بتساوي سالب واحد، هنا كده هنحط سالب واحد. هنا ألف اتنين واحد أربعة ناقص واحد تلاتة، هنا اتنين اتنين أربعة ناقص اتنين اتنين، هنا اتنين تلاتة يبقى أربعة ناقص تلاتة واحد. هنا ألف تلاتة واحد، اتنين في تلاتة بستة ناقص واحد خمسة، هنا ألف تلاتة اتنين، اتنين في تلاتة بستة ناقص اتنين أربعة، هنا ألف تلاتة تلاتة، ستة ناقص تلاتة بتساوي تلاتة. كده احنا جبنا ألف. المصفوفة باء على نفس الطريقة بالضبط، جينا للمصفوفة باء، قلنا له حضرتك قلت هي نظامها تلاتة في تلاتة، واحد اتنين تلاتة. نيجي في التقاطعات ونتكلم. التقاطع الأول ده صف أول عمود أول، خلي بالك هنا جايب لك العين الأول، يبقى واحد ناقص واحد صفر. بعد كده صف أول بس عمود تاني، صف أول بس عمود تاني، اتنين ناقص واحد واحد. صف أول بس عمود تالت، العمود تالت، يبقى الناتج هنا اتنين. بعد كده صف تاني عمود أول، صف تاني عمود أول، يبقى الناتج سالب واحد. صف تاني عمود تاني، يبقى الناتج صفر. صف تاني بس عمود تالت، يبقى الناتج بواحد. هنا صف تالت بس عمود أول، صف تالت عمود أول سالب اتنين. صف تالت عمود تاني، يبقى الناتج سالب واحد. صف تالت عمود تالت، يبقى الناتج صفر. كده أنا كونت المسألتين الاتنين، كونت المصفوفتين. قلنا له يا أستاذ أنت عاوز إيه بقى؟ عاوز أ زائد ب بتساوي واحد زائد صفر واحد، صفر زائد واحد واحد، اتنين زائد سالب واحد واحد. بعد كده تلاتة ناقص واحد اتنين، اتنين اتنين، سالب اتنين زائد خمسة بسالب تلاتة بموجب تلاتة، سالب واحد زائد أربعة بتلاتة، وهنا تلاتة. الاختيار ده موجود، أول اختيار هو الصحيح. ألف على نظم اتنين في اتنين، وكان ألف زائد ألف مدور بيساوي مصفوفة الوحدة، فإن مجموع عناصر ألف تساوي إيه؟ مجموع كل العناصر اللي موجودة. قلنا له أنت قلت إن هي نظام اتنين في اتنين، لو سمينا مثلا
سين صاد عين لام. المدور بتاعها بايه؟ بسين صاد عين لام، بتساوي مصفوفة الوحدة اللي هي ايه؟ لازم تكون مربعة على نظم 1 0 0 1 اللي هو 2 في 2، وكنا بنجمع سين زائد سين بتساوي 1، يعني 2 س ب1 ومنها السين بنص، صاد زائد عين بتساوي 0، لام زائد لام 2 لام بتساوي 1 ومنها اللام بنص. انت عايز تجمع كل العناصر، يعني انت عاوز س زائد ص زائد عين زائد لام. طب ما انا معايا ص وعين بصفر، اهم ص وعين بصفر، دول كده صفر، ودي بنص ودي بنص، نص ونص بتساوي 1. ألف وب مصفوفتين على النظم 2 في 2، وكان ألف زائد ب مصفوفة متماثلة. قلنا له يا أستاذ أنت عاوز قيمة ده، ماشي. ألف هنفرضها إن هي بألف واحد واحد، ألف واحد اتنين، ألف اتنين واحد، ألف اتنين اتنين. ليه عملنا كده؟ ما حطناش سين وصاد وعين ولام؟ عشان مطلوبه. ده كده كان المصفوفة ألف. المصفوفة ب نفس الكلام، عايزنا نجمعهم. قلت له ماشي، لو جمعتهم يبقى ألف زائد ب بتساوي ألف واحد واحد زائد ب واحد واحد، ألف واحد اتنين زائد ب واحد اتنين، ألف اتنين واحد زائد ب اتنين واحد، ألف اتنين اتنين زائد ب اتنين اتنين. كده أنا جمعتهم. بما إن المصفوفة دي المجموعة دي متماثلة، متماثلة يا أستاذ، يبقى معنى كده إن الخانة دي هي نفس دي بالضبط، ده القطر، الخانة دي هي هيها دي. يبقى ألف اتنين واحد زائد ب اتنين واحد بتساوي ألف واحد اتنين زائد ب واحد اتنين. لو جبنا الألف مع الألف بقى ألف اتنين واحد ناقص ألف واحد اتنين بيساوي ب واحد اتنين ناقص ب اتنين واحد. هنا هو عاوز، هنا هو عاوز ألف واحد اتنين. مش أنا أقدر أخد من هنا سالب مشترك؟ أقدر أخد سالب مشترك، أغير إشارات اللي بعده. لو جينا قسمنا دول على بعض فهبص ألاقي الناتج سالب واحد. الناس اللي مش فاهمة الحتة الأخيرة تاني، حضراتكم مش إحنا قلنا إن ب واحد اتنين ناقص ب اتنين واحد دي قيمتها بسالب، اهو كتبنا اللي فوق زي بعضه، تحت هبدل ده واحط قيمته، قيمته اهي بسالب الف واحد اتنين ناقص الف اتنين واحد، دول راحوا يبقى الناتج سالب واحد، اللي هو الاختيار ده. اتمنى ان اكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.